فات بسم الله. النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي نحل ديالوج المحادثه بطريقه سهله وبسيطه، بس لازم اعرف 3 حاجات. اول حاجه اداه السؤال، يعني بسال بايه. في طريقتين، في ممكن اسال باداه استفهام زي وير، اين، وين، متى، هاو، كيف، وممكن اسال بفعل مساعد او فعل ناقص زي دو او داز او ديد. لازم نعرف الطريقتين، لان اذا في طالب عارف طريقه ومش عارف الطريقه الثانيه مش هيقدر ان هو يحل المحادثه كامله. وتاني حاجة عايز أعرفها هي فهم أداة السؤال، يعني ما أحفظش الأداة، ما أقولش مثلا وير يعني أين، لأ، لازم أعرف إن وير بتسأل عن مكان، هاو كيف، أعرف إن هاو بتسأل عن وسيلة مواصلات أو على حالة الشخص. طيب، بالنسبة للأفعال المساعدة الناقصة، أبقى عارف مثلا إن إيز ده يكون لما يجي في أول الجملة بيجي معناه هل يكون، بمعناه مثلا فعل مثلا زي كان يستطيع لما يجي في أول الجملة بيجي معناه هل يستطيع، يبقى أنا أبقى فاهمها مش حافظها. وتالت حاجة عايز أعرفها النهاردة هو ترتيب الجملة العادية وترتيب السؤال، لأن في المحادثة ممكن أعمل الجملة العادية وممكن أعمل سؤال، فلازم أكون عارف ترتيب الجملة وترتيب السؤال. نبدأ أول حاجة ناخد مثال على أداة الاستفهام. سؤال زي كده Where do you live؟ أين تعيش؟ هنا بيقول لي سؤال مباشر بإيه؟ بوير أين؟ عايز المكان اللي أنا بعيش فيه، فأرد عليه أقول له I live in Cairo، أنا أعيش في القاهرة. طب العكس بقى، جالي في الامتحان I live in Cairo، أنا أعيش في القاهرة، يبقى أعمل سؤال بإيه؟ Where do you live؟ أين تعيش؟ ممكن يجيب لي السؤال وطالب الإجابة، أو يجيب لي الإجابة وطالب السؤال. نفس الجملة بس الطريقة التانية اللي هي السؤال بفعل مساعد أو ناقص. واحد بيسأل بيقول Do you live in Cairo؟ هل أنت تعيش في القاهرة؟ هرد عليه أقول له Yes I live in Cairo، نعم أنا أعيش في القاهرة. طيب العكس بقى، واحد قال لي Yes I live in Cairo، نعم أنا أعيش في القاهرة، يبقى السؤال بإيه؟ Do you live in Cairo؟ هل أنت تعيش في القاهرة؟ يبقى خلي بالي دي نفس الجملة، بس في الجملة التانية لما كانت الإجابة بيس أو نو السؤال كان بإيه؟ بهل، لكن لو مفيش يس أو نو كنت سألت بإيه؟ بوير أين؟ لأن في طلبة كتير لما بتشوف مكان تسأل بوير على طول، لا طبعا لازم أتأكد هل السؤال دوت محتاج أداة استفهام ولا محتاج فعل مساعد أو ناقص. واحيانا في المحادثه بدل ما يجاوب بيس او نو يجيب لي حاجه بديله ليها عشان يلخبط الطالب، زي مثلا يقول لك شور بالتاكيد بتساوي يس، او يقول مثلا اوف كورس بالطبع برضه بتساوي يس. يبقى خلي بالي ان انا لما يكون الاجابه يس او نو ممكن يجيب لي يس وممكن يجيب لي بديل ليها. في الحالتين انا عارف ان السؤال هعمله بهل، يعني فعل من الافعال المساعده او الناقصه. يبقى انا كده عرفت ان السؤال ممكن يجي بأداة استفهام وممكن يجي بفعل مساعد او فعل ناقص. تاني حاجة عايز اعرفها هي فهم أداة الاستفهام وليس حفظها. هنبدأ بأداة الاستفهام العادية وبعدين الافعال المساعدة والناقصة. اول حاجة عندي why، لماذا، تسأل عن السبب، يعني بتسأل عن السبب. مثال why do you go to school، لماذا تذهب الى المدرسة، ليه بتروح المدرسة. I go to school to learn، أنا أذهب إلى المدرسة من أجل أن أتعلم. ممكن العكس I go to school to learn، أنا أذهب إلى المدرسة من أجل أن أتعلم، يبقى السؤال Why do you go to school، لماذا تذهب إلى المدرسة. Where، أين، تسأل عن المكان، يعني على طول لما أشوف where يبقى لازم أكتب في الإجابة مكان. Where have you been، أين كنت، I have been to Dubai، أنا كنت في دبي. طب العكس I have been to Dubai، أنا كنت في دبي، يبقى السؤال بوير، لأن دبي مكان. Where have you been، أين كنت. وين، متى، تسأل عن وقت غير محدد، ليه غير محدد، يعني في الصباح، في المساء، يوم الجمعة، لأن في وات تايم اللي هي كام، الساعة 9 على ساعة محددة. When do you play football، متى أنت تلعب كرة قدم. I play football on Friday، أنا بلعب كرة قدم يوم الجمعة. طيب العكس I play football on Friday، أنا بلعب كرة قدم يوم الجمعة، يبقى السؤال When do you play football، متى أنت تلعب كرة قدم. Which، أيهما، للتفضيل والاختيار بين اثنين أو شيئين. Which game do you prefer، أي لعبة أنت بتفضلها. I prefer football to basketball، أنا بفضل كرة القدم عن كرة السلة. طب العكس I prefer football to basketball، يبقى which game do you prefer، أي لعبة أنت بتفضلها. What، ما أو ماذا، تسأل عن أي شيء غير عاقل، تسأل عن اسمك، عن وظيفتك.
What do you do for living؟ هنا مثلا ماذا تفعل للحياة؟ يعني أنت بتشتغل إيه؟ بدل ما يقول له سؤال صريح What is your job؟ يقول له What do you do for living؟ ماذا تفعل من أجل المعيشة؟ فيقول له مثلا I am a doctor، أنا أكون دكتور. ولو في الإجابة I am a doctor، أنا أكون دكتور، يبقى السؤال إيه؟ What is your job؟ ما هي وظيفتك؟ أو What do you do for living؟ ماذا تفعل من أجل المعيشة؟ Who من تسأل عن شخص عاقل فاعل. Who is your best friend؟ من هو صديقك المفضل؟ My best friend is هاني، صديقي المفضل هو هاني. أو العكس My best friend is هاني، صديقي المفضل هو هاني، يبقى السؤال إيه؟ Who is your best friend؟ من هو صديقك المفضل؟ Who تسأل عن شخص عاقل بس إيه؟ مفعول، يعني في محل مفعول. Whom do أحمد meet today؟ من يقابل أحمد اليوم؟ علي ميت أحمد today، علي يقابل أحمد اليوم. يبقى خلي بالي هو بتسأل عن الفاعل لكن هو بتسأل عن المفعول، لكن في الحالتين شخص إيه؟ عاقل. هاو كيف؟ تسأل عن صحة الشخص زي ما أقول لك بس إيه؟ هاو ار يو؟ كيف حالك؟ I am fine thank you، أنا بخير شكرا. طيب لو قلت لك I am fine thank you، أنا بخير شكرا، تسألني تقول لي إيه؟ هاو ار يو؟ كيف حالك؟ وبتسأل كمان عن إيه؟ المواصلات، يعني مثلا أقول لك هاو دو يو جو تو سكول؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ I go to school by bus. طب لو قلت I go to school by bus يبقى السؤال إيه؟ How do you go to school؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ Who's milkman أو لمن؟ يعني مين صاحب الشيء دوت؟ تسأل عن مالك الشيء. Whose car is it؟ ملك من هذه السيارة؟ It's أحمد زكار، إنها سيارة أحمد. أو العكس أو ليه؟ It's أحمد زكار، إنها سيارة أحمد، يبقى السؤال إيه؟ Whose car is it؟ ملك من هذه السيارة؟ How long؟ كم المدة؟ تسأل عن المدة الزمنية. How long did you stay in Dubai؟ كم المدة التي قضيتها في دبي؟ I spent 2 months in Dubai. أنا قضيت شهرين في دبي. أو العكس I spent 2 months in Dubai. أنا قضيت شهرين في دبي. يبقى السؤال إيه؟ How long did you stay in Dubai؟ كم المدة التي قضيتها في دبي؟ وهاو لونج ممكن تيجي بمعنى كم الطول لغير العاقل. هاو لونج از ذا ريفر؟ كم طول النهر؟ ذا ريفر از 1000 كيلومترز، النهر يكون طوله 1000 كيلومتر. يبقى ممكن الاجابه تيجي ذا ريفر از 1000 كيلومترز، يبقى اسال اقول ايه؟ هاو لونج از ذا ريفر؟ كم طول النهر؟ هاو ماتش تيجي بمعنى كم الكميه وكم السعر؟ How much اللي بتسأل عن الكمية. How much sugar do you want؟ كم كمية السكر التي تريدها؟ لأن السكر ما بتتعدش، ما يكون حاجة غير معدودة uncountable بنستخدم فيها إيه؟ How much. و how much التانية بتيجي معنى إيه؟ كم السعر، بتسأل عن الثمن. How much is your computer؟ كم سعر الكمبيوتر اللي هو ملكك؟ My computer is 5000 pounds، الكمبيوتر بتاعي ب 5000 جنيه. وممكن العكس My computer is 5000 pounds، الكمبيوتر الخاص بي سعره 5000 جنيه. يبقى السؤال ايه؟ How much is your computer؟ كم سعر الكمبيوتر؟ How many كم العدد؟ بتسأل عن ايه؟ عدد، يعني بيجي بعدها حاجة countable معدودة. How many cars have you got؟ كم عدد السيارات التي تملكها؟ I have got 2 cars، أنا أملك سيارتين. ولو جالي في الامتحان العكس الإجابة I have got 2 cars، أسأل بإيه؟ How many cars have you got؟ How tall كم الطول للعاقل؟ تسأل عن الطول للعاقل. How tall are you؟ كم طولك تكون؟ I am 1 meter tall، أنا طولي 1 متر. أو العكس I am 1 meter tall، أنا طولي 1 متر. يبقى How tall are you؟ كم طولك تكون؟ How heavy كم الوزن؟ تسأل عن الوزن. How heavy are you؟ كم وزنك يكون؟ I weigh 70 kilos، أنا وزني 70 كيلو. أو العكس I weigh 70 kilos، أنا وزني 70 كيلو. يبقى السؤال How heavy are you؟ كم وزنك يكون؟ How far كم المسافة؟ تسأل عن المسافة. How far is your house from school؟ كم المسافة اللي بين بيتك وبين المدرسة؟ My house is 2 kilos from the school، بيتي يبعد 2 كيلو عن المدرسة.
والعكس لو جالي قال لي my house is 2 kilos from the school، بيتي يبعد 2 كيلو عن المدرسة، يبقى اسأله اقول له ايه how far is your house from school. how fast كم السرعة، تسأل عن السرعة. how fast is this train، كم سرعة هذا القطار. this train is 200 kilometers per hour، هذا القطار يجري بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. ممكن العكس تاني يجيب الإجابة عايز السؤال this train is 200 kilometers per hour، يبقى السؤال how fast is this train، كم سرعة هذا القطار. how old كم العمر، تسأل عن العمر. how old is سارة، كم عمر سارة. she is 20 years old، هي عندها 20 سنة. ولو جالي الإجابة سارة is 20 years old، سارة عندها 20 سنة، يبقى أقول السؤال إيه how old is سارة، كم عمر سارة. how about أو what about، ما رأيك تسأل عن الرأي. how about riding a bike، ما رأيك في ركوب الدراجة. I think riding a bike is very nice، أنا أعتقد أن ركوب الدراجة شيء لطيف. ممكن العكس I think riding a bike is very nice، أنا أعتقد أن ركوب الدراجة شيء لطيف، يبقى أسأله ليه how about riding a bike، ما رأيك في ركوب الدراجة. what do you think of riding a bike، ماذا تعتقد في ركوب الدراجة. how often كم مرة، تسأل عن عدد المرات. how often did you visit Luxor، كم مرة زرت الأقصر. I visited Luxor twice، أنا زرت الأقصر مرتين. ممكن العكس يقول لي في الامتحان I visited Luxor twice، أنا زرت الأقصر مرتين، يبقى أسأل بقول إيه how often did you visit Luxor، كم مرة أنت زرت الأقصر. what time كم الساعة، تسأل عن الوقت أو الساعة. what time do you get up، كم الساعة التي تستيقظ فيها. I get up at 6 o'clock، أنا أستيقظ الساعة السادسة. ممكن العكس I get up at 6 o'clock، أنا أستيقظ الساعة السادسة، يبقى السؤال إيه what time do you get up، كم الساعة التي تستيقظ فيها أو ما الساعة التي تستيقظ فيها. what date، ما تاريخ اليوم، تسأل عن التاريخ. what date is your birthday، ما تاريخ عيد ميلادك. my birthday is in April 10th، عيد ميلادي في شهر إبريل يوم 10. وممكن العكس my birthday is in April 10th، عيد ميلادي في إبريل يوم 10، يبقى أسأل إيه what date is your birthday، ما تاريخ عيد ميلادك. what color، ما اللون، تسأل عن اللون. what color is your shirt، ما لون الشيرت بتاعك. my shirt is blue، الشيرت بتاعي لونه أزرق. والعكس ممكن يجي في الامتحان يقول لي my shirt is blue، الشيرت بتاعي لونه أزرق، يبقى أسأل إيه what color is your shirt، ما لون الشيرت بتاعك. ده بالنسبة للسؤال بأداة الاستفهام. في تاني نوع اللي احنا قلنا عليه اللي هو السؤال بفعل مساعد أو فعل ناقص اللي بيسموه yes no questions، السؤال اللي إجابته yes أو no. لازم أعرف الأول الأفعال المساعدة الناقصة اللي بستخدمها، والأفعال المساعدة الناقصة هما am with are was were have was had do does did can could will would shall should may might must. طيب الأفعال ديت ليها معنى، لكن في أول جملة بتتحط بمعنى إيه؟ هل، يعني مثلا am with are معناها يكون، لكن في أول جملة بمعنى إيه؟ هل يكون. was were معناها كان أو كان، لكن في أول جملة بمعنى إيه؟ هل كان أو هل كانوا. do does we did، do does لا يفعل، فأول جملة بمعنى هل، وديد فعل معنى هل، كان يستطيع فأول جملة هل يستطيع، will سوف فأول جملة هل سوف، must يجب فأول جملة هل يجب، may يمكن فأول جملة هل يمكن. يبقى دي الأفعال ديت لها معنى، لكن فأول جملة تتحول تبقى معنى إيه هل، واللي جاب عليها بيس أو نو. وناخد مثال عشان نفهم إزاي بستخدم الفعل المساعد أو الناقص في السؤال. هنا جملة مثلا بيقول لي إيه is أحمد intelligent، هل أحمد يكون ذكي. هنا is في أول الجملة بمعنى إيه هل، مش بمعنى يكون، بمعنى هل يكون. هل يكون أحمد ذكي، أقول إيه yes he is intelligent، نعم هو يكون ذكي. أو ممكن أقول no he isn't intelligent، لا هو لا يكون ذكي. طب العكس بقى، الإجابة جاية لي yes أحمد is intelligent، نعم أحمد يكون ذكي. يبقى السؤال إيه is أحمد intelligent، هل أحمد يكون ذكي. أو الإجابة جاية لي no أحمد isn't intelligent، لا أحمد ليس ذكيا. يبقى السؤال برضو is أحمد intelligent،
هل أحمد يكون ذكيا؟ سؤال تاني: Can you swim؟ هل تستطيع السباحة؟ الإجابة: Yes, I can swim. نعم أستطيع السباحة، أو No, I can't swim. لا لا أستطيع السباحة. طيب العكس جاي لي بقى إيه إجابة عايز السؤال: Yes, I can swim. نعم أنا أستطيع السباحة. يبقى السؤال: Can you swim؟ هل تستطيع أنت السباحة؟ طيب خلي بالكم هنا الفعل المساعد عندي أو الفعل الناقص كنت بجيبه في أول الجملة بمعنى إيه؟ هل. ركزوا بقى في المثال اللي جاي دوت عشان ما فيهوش فعل مساعد، في الجملة هيكون فيها إيه؟ فعل أساسي. Yes, he plays football. نعم هو يلعب كرة قدم. ركزوا هنا بقى الفعل اللي عندي في الجملة إيه؟ plays يلعب. plays دوت مش فعل مساعد ولا ناقص فبيسموه فعل أساسي. يعني باقي الأفعال اللي ما تكونش فعل مساعد أو ناقص زي play يلعب، eat يأكل، drink يشرب، كل دي اسمها أفعال أساسية. لما تيجي لي بقى في الجملة وعايز أعمل سؤال بهل، هنا بقى بستخدم إيه؟ do أو does أو did. إذا الفعل في المضارع البسيط يعني في التصريف الأول بستخدم do أو does، إذا الفعل في التصريف الثاني ماضي بستخدم إيه؟ did. ناخد مثال: Yes, he plays football. نعم هو يلعب كرة قدم. هنا plays الفعل في التصريف الأول جاي مع إيه؟ مع هي. طيب أسأل بدو ولا بدز؟ الـ I والـ you والـ they والـ we بتاخد do، والـ he والـ she والـ it بتاخد does. يبقى هنعمل هنا السؤال بإيه؟ بدز. تبقى الجملة: Does he play football؟ هل هو يلعب كرة قدم؟ ولما أجيب do أو does برجع الفعل إيه؟ لأصله. يعني هنا plays رجعتها لأصلها اللي هي إيه؟ play. مثال آخر: Yes, they play football. نعم هم يلعبون كرة قدم. يبقى السؤال: Do they play football؟ هل هم يلعبون كرة قدم؟ طب ليه هنا سألت بدو مش بدوز؟ لأن هنا الضمير اللي عندي إيه؟ زي، وزي بتاخد دو. آخر مثال عندي: Yes, he played football. نعم هو لاعب كرة قدم. هنا واحد يقول لي فيه هي يبقى آخد إيه؟ دوز. لا خلي بالي، play هنا لاعب تصريف تاني يعني باست سيمبل ماضي بسيط. في حالة الماضي ما بستخدمش ولا دو ولا دوز، بستخدم إيه؟ did. تبقى الجملة: Did he play football؟ هل هو لاعب كرة قدم؟ يبقى خلي بالي لما يكون عندي في الجملة فعل مساعد أو ناقص بستخدمه وأجيبه بمعنى هل. طب ما عنديش يبقى استخدم إيه؟ do does لو الفعل في المضارع في التصريف الأول، وبستخدم did لو الفعل في الماضي التصريف الثاني. وآخر حاجة عندي اللي هو ترتيب السؤال. أول حاجة ترتيب الجملة العادية بتكون إيه؟ فاعل وفعل ومفعول. يعني مثلا he plays football هو يلعب كرة القدم، دي جملة إيه؟ فاعل وفعل ومفعول. طيب لما اجي اعمل سؤال مثلا نفرض هنا الجمله دي كان فيها اجابه يس، مثلا كان بيقول لي يس هي بلايز فوتبول، نعم هو يلعب كره قدم. هنا لما اجي اعمل سؤال ابص على الفعل هنا بلايز، ده مش فعل مساعد ما ينفعش احطه بمعنى هل، ده فعل اساسي بستخدم ايه؟ دو او داز. طيب هنا الجمله فيها هي، طب هي بتاخد ايه؟ هي بتاخد داز. تبقى الجمله: داز هي بلاي فوتبول، هل هو يلعب كره قدم؟ طيب خلي بالك الترتيب كان ايه؟ فعل مساعد، بعدين فاعل، بعدين الفعل الأساسي، بعدين المفعول. طيب نفرض عايز أسأل بأداة استفهام، يعني مثلا أين تلعب كرة القدم؟ فأحط مثلا وير في الأول، أقول إيه؟ وير داز هي بلاي فوتبول؟ أين هو يلعب كرة القدم؟ فالترتيب إيه؟ أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل أساسي، مفعول. فمهم جدا جدا إن أنا أكون عارف إن ترتيب السؤال يختلف عن ترتيب إيه؟ الجملة العادية الخبرية. وأتمنى إن أنتم تطبقوا الكلام دوت في محادثات، لأن الشرح ما بيثبتش المعلومة إلا بنسبة حوالي 70%، لكن عشان تفهم المحادثة بشكل كامل لازم تحل محادثات كتيرة جدا. والفيديو القادم إن شاء الله هختار لكم بعض المحادثات اللي هي المهمة واللي تكون شاملة لكل الشرح اللي إحنا شرحناه، ونحله مع بعض إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. See you later، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.